بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي وحبايبي الغاليين طلاب وطالبات جميع الصفوف الابتدائيه في مصر والوطن العربي النهارده يا ولاد بنكبر شويه كمان في الانجليش وبندرس المستوى الاول طبعا الوحده احنا في المستوى الاول الوحده الثالثه اه النهارده طبعا بنكبر خطوه كمان اه خطوه ثالثه لان بندرس طبعا كلمات جديده ومصطلحات جديده وبنكون جمل جديده نتكلم بيها ونكتب بيها فقرات انشائيه او مواضيع تعبير قصيره اوكي uh, okay, يا ولاد، Today we are going to talk about uh فروت uh, Yummy Fruit. Uh, طبعا الوحده النهارده بتكلمنا عن الفاكهه اللذيذه او الفواكه اللذيذه. Yeah, that's right. Yummy Fruit. Yeah, that's right. Uh, طبعا uh, Today we are going to talk about unit 3 which tells us about Yummy Fruit lesson 1 هناخد الدرس الأول فيها النهارده يا ولاد إن شاء الله. Uh, طبعا الدرس الأول از يو سي بيتكلمنا عن حاجة اسمها زي ما أنتم شايفين في العنوان كده يا ولاد مكتوب بالأحمر دوت. Types of Fruit. آه انه من ان الفاكهه تمام طبعا بادى بيد يا اولاد كلنا عارفين طبعا وإنتوا كمان عارفين الناس كلها عارفه والعالم كله يدرك ذلك طبعا لا شك كلنا عارفين ان الفاكهه يا اولاد مفيده لاجسامنا ومفيده لصحتنا وكمان في نفس الوقت هي طعام لذيذ اوكي آه يا اولاد تمام كالمعتاد طبعا يا مستر احنا بنتعرف على الكلمات معانيها بالعربي اقصد من خلال الصوره وبعد كده اختبر نفسك معايا انت ترجمتها صح من خلال الصوره ولا لا اوكي وبعد كده نكون جمل ونكتب وبراحتنا ونتكلم كالمعتاد زي كل حلقه ليتس اه begin انا هقرا والناس تقرا معي ريبيت افتر مي انا ابل ان ابل ان اورنج ان اورنج ا بير ا بير اي بنانا اي بنانا أجريب أجريب أبلم أبلم إي ليمون إي ليمون إي كيوي فروت إي كيوي فروت كيوي فروت إي كيوي فروت ولو هنقطعها بقى ونحطها في طبق ونجمعها ما أقولش كيوي فروت إنما هي برضو كيوي فروت أ كيوي فروت أوكي أو كيوي فروت أوكي يا طيب ريبيت أفتر مي إي مانجو إي مانجو mango a peach a peach a peach mangoes 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 peaches peaches, peaches. طبعا uh, mangoes جمع a mango و peaches جمع a peach a peach اوكي له بنشوف اصناف ثانيه uh, a pineapple a pineapple uh, طبعا uh, واضح يعني pineapple من خلال uh, الصوره أه بيبيا, بيبيا, بيبيا 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 ايه بيبيا؟ أه يا هنشوف معناها بالعربي دلوقتي مستعجلش أه لكن طبعا هي مستر برضو ثمرة من الثمار بيبيا بيبيا كوكونات 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 اي دراجون فروت اي دراجون فروت دراجون فروت دراجون فروت, فروت طبعا نفس القصة بالنسبة للكيوي فروت اكيوي فروت ولو بنقطعها في طبق وبنجمعها مصر يبقى برضه كيو فروت مش هقول كيو فروتس ما ينفعش اقول كيو فروتس يا ولاد، now. تمام. آه هنا برضه بالنسبه لفاكهه الدراجون، يا ايه دراجون فروت؟ ايه دراجون فروت؟ او لو هنجمعها يبقى دراجون فروت، ما ينفعش اقول دراجون فروتس، اوكي يا ولاد؟ ميلون آه آه طبعا ايه ميلون؟ او اميلون آه زي ما احنا شايفين شكل الفاكهه دي اسمها اه ميلون، يا. Yeah.

أه، تشوري 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 شوريز 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 طبعا عندنا نوع اولاد اهو اسمه بلاك بيري، بلاك بيري،, بلاك بيري بلاك بيري بلاك بيري بلاك بيري بلو بيري, بلو بيري، وبلو بيري تحت منها على طول ها أه، الصنفتين الثاني دوت اسمه ايه لسه ها أه؟ بلو بيري بلو بيري اوكي طيب والجنب بلو بيريز بلو بيريز طبعا دي كانت يا مستر المصطلحات اللي معانا النهارده خلي الولاد الشطار يختبر نفسهم هم ترجموها بالعربي صح ولا لا يا مستر as you see نفس الكلمات لكن اختبر نفسك انت تعرفت على المعنى العربي لوحدك صح ولا في حاجه ما كنتش عارف معناها وحابب تعرف معناها ولا اخطات ولا ها فدي افضل طريقه يا يحفظ الكلمات والناس طبعا بتكتب الكلمه وتقطعها يا مستر مقاطع صوتيه وتتملاها ها as you see types of fruit انابل طبعا تفاحه an orange برتقاله ايه با أو بيا بيا أو بنقولها بير 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 حبة الكمثرى بنانا 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 موزة حبة الموز حبة من الموز يس موزة واحدة إي جريب إي جريب حبة العنب حبة عنب تمام إي بلم إي بلم حبة برقوق أو حبة البرقوق تمام ولاد الشطار ترجموا صح لغاية دلوقتي ها ليمون ليمون ليمونة واحدة كيوي فروت A kiwi fruit. A kiwi حبة الكيوي. A mango. A mango. A mango. A peach. A peach. الخوخة. تمام. Mangoes جمع طبعا هي آه مانجو مانجويز مانجويز بيتشز بيتشز طبعا ولاد الشطار عارفين نجمع كلمة ليمون ليمونز وقلنا طبعا كيوي فروت لو نقصد بيها آه طبعا آه يعني قطع من الكيوي وبنقطعه مثل في طبق أو أو وبنجمعها يبقى اسمه كيوي فروت اللي هي فاكهة الكيو عموما اوكي يا ولاد تمام طيب لغاية دلوقتي ولاد الشطار ترجموا المعاني صح ايه باينابل ايه باينابل حبة الاناناس يا ولاد طبعا يا مستر في بيبيا 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 الثمرة هي باسمها كده اسمها الببيا ببيا، دي الثمرة ها فاكهة استوائية اسمها ببيا باسمها كده بيقول ببيا استوائية ثمرة استوائية اوكي يا ولاد كوكونات كوكونات اي كوكونات حبة جوزة الهند اي كوكونات 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 ا نات حبة جوزة الهند اي دراجون فروت اي دراجون فروت فاكهة اسمها فاكهة التنين اي ميلون ا ميلون ميلون طبعا فاكهة الشمام تمام ووتر ميلون حاجة كده زي الأناناس كلنا عارفينها وبنجيبها ها uh, ووتر ميلون ووتر ميلون اللي هي ووتر uh, ميلون اللي هي البطيخة يا ولاد اوكي تمام ديورين ديورين باسمها كده دوريان دوريان فاكهه اسمها دوريان ثمرة الدوريان بلاك بيري بلاك بيري طبعا ثمرة العلي او التوت الاسود يا ولاد او التوت الشوكي بنقول له ايه توت اسود او توت شوكي التوت الشوكي او التوت الاسود دوت اسمها بلاك بيري ستروبري ستروبري فراوله طبعا والجمع زي ما قلنا ولاد ستروبريز فاكهه الفراوله تمام طيب او مجموعة من حبات الفراولة السوربريز تمام مش لازم تكون فاكهة في العالم كله يعني او الفراولة كلها اقصد يعني ها أه. شوري كرز كيرز أه. طبعا الـ الـ الكريز يا ولاد الكريز شوري أه. هنا في خطا ليه معلش سوري ها أه. أه. طبعا هي كريز كريز أه. شوري أه. طيب مثلا أه. هي ممكن تكون الحبه أه. كيرز شوري الحبايه الواحده ها أه؟ طب والجمع شوريز شوريز أه اللي هو الكريز عموما اوكي او الجمع مستر جمع شوري ها أه؟ أه هو احنا نقوله بالعاميه كده كرزاية أه؟ او الكرز أه؟ او الكرزه والجمع طبعا شوريز أه الكريز اوكي أه بلوبري بلوبري أه توت بري أه البلوبري توت بري طب والجمع بلوبريز بلوبريز، اوكي طيب خلينا يا مستر نرجع للدرس تاني، ولاد الشطار إلى حد ما طبعا كلهم ما شاء الله تبارك الله ترجموا يا مستر كل المصطلحات اللي إحنا خدناها النهارده من خلال الصورة صح. آه ولو كان في حد عنده مصطلح أو اتنين مش عارف معناه فهو يا مستر اتعلم ازاي النهارده. آه معاني آه طبعا آه لبعض أسماء الفاكهة ممكن ما كانش كان عارفها بالعربي مش عارفها بالإنجلش تمام. آه النهارده يا ولاد بناخد فعل تاني طبعا احنا من اول الكورس ولاد خدنا فيرب تو بي ام از ار تصرفاته في المضارع ام ليا انا لما اقول اي اي ام از لهي وشي وات او اي اسم مفرد هي از شي از ات از منى از احمد از علي از لا بلا بلا وكمان خدنا ار للجمع محمد ان علي ار لان دول جمع زي ار يو ار وي ار وخدنا يا اولاد في الحالات اللي فاتت في الكورس الخاص الابتدائي دوت خدنا انا برجع لك الافعال اهو سريعا عفوا خدنا فيرب تو هاف في زمن المضارع البسيط برضو اولاد قلنا هاف و هاز ار يو ذي وي بياخدوا هاف اه ونشتغل لما نحب نقول يملك يمتلك اه اي هاف يو هاف ذي هاف وي هاف اني بلور ناون اي اسم جمع يا ولاد زي مثلا بقول ايه احمد ان علي اه هاف لان دول جمع أه منى ان نهى هاف لان دول جمع وهكذا يا ولاد أه اما هاز كانت المفرد في المضارع البسيط برضو بمعنى يملك او يمتلك او عندي او عنده تمام هي هاز ا كار هي هاز آه مثلا آه لما كنا بنقول هي آه has a pen مثلا هي هاز ا باك وهكذا يا she شي هاز آه آه طبعا it هاز يا ولاد تمام آه اسم مفرد زي منى هاز كيرلي مثلا ها آه كيرلي ايه يا مستر كيرلي هير منى ليها شعر او عندها شعر ايه مجعد مش لازم هي عشان تبقى بنت شعرها ناعم وحرير لا في بنات شعرها مجعد كتير تمام آه عادي يعني فقولوا لك لا كيرلي آه هير مش تنفع مع البنت لا تنفع عادي يعني اه يا ولاد تمام طيب آه فعندنا طبعا يا مستر النهارده بنضيف فعل ثالث بقى يا مستر وهو آه زي ما احنا هنشوف دلوقتي الفعل لاف اللي هو يساوي لايك like. طبعا ولاد الشطار كلهم بدون استثناء عارفين لاف يعني ايه يحب يا مستر كلنا عارفين اي لاف ماي داد اي لاف ماي مام اي لاف ماي سيستر اي لاف ماي brother اه بدات اتكلم انجليزي اهو يا مستر طب انا ممكن استخدم لاف تساويها ايه يا مستر في الانجليش اه يساوي الفعل لايك like يا اولاد تعالوا نلقي نظره كده ايه لاف او حتى لايك like في زمن المضارع البسيط الفعل لايك like يعني يحب في زمن المضارع البسيط طبعا الفعل like لايك يا يساوي الفعل لاف هما الاثنين بنفس المعنى فلما اقول اي لايك like هي هي كانك بالظبط قلت اي لاف انا احب طيب اشكاله في المضارع اي فعل في المضارع يا اولاد في العالم كله ليه شكلين معا عدا فيرب تو بي والافعال الناقصه بنكبر شويه هنعرف ان هي ان شاء الله آه اوكي يا اولاد <ؤلاء> فلكن اي فعل تاني في المضارع البسيط في العالم كله يا اولاد شكلين زي هاف وهاز مثلا عندنا فيرب تو هاف ده فعل اي في يعني فعل شاذ اي ريجولار فيرب زي ما بيقولوا اي في اختصارها أه لكن سبحان الله سبحان الله دي شكلين ودو داز ها أه وبلاي وبلايز ولايك ولايكس أه النهارده بقى لايك ولايكس ها أه ولاف ولافز وهكذا يا مستر أه ووتش ووتشز في اي فعل في العالم كله أه في المضارع البسيط أه طبعا ليه شكلين ما عدا فيرب تو بي يا اولاد مفترس شويه زي ما قلنا ام از ار دي ثلاثه وكمان الافعال الناقصه بتبقى شكل واحد زي كان وويل والكلام ده كله اوكي يا اولاد تمام أه الفعل لايك يا مستر لشكلين زي ما قلنا بنقسم يا ولاد لما تيجي تحفظ الفعل في المضارع اقسم بلدك نصين كان عندك بلد تقسمها نصين او فريقين فريق للمفرد وفريق للجمع فريق للجمع الاي ذا وي او اي اسم جمع وفريق المفرد هي والشي والات او اي اسم مفرد فمنى زي شي نهى زي شي احمد زي هي عمر زي هي وهكذا اوكي يا طيب عائله الجمع من الفاعل اي خلاص انت حفظتهم في منين ها أه تاني عائلة الجمع من الفاعل اي ذوي او انا عايز اقول انا احب انت تحب انتم تحبون اه هم يحبون نحن نحب يبقى لايك بس وتساوي يا اولاد قلنا اه كاتبها لك تحت منها هي اسفل منها لاف هي هي نفس المعنى معنى احب يا فيش مفيش فرق بين اي لاف هي اي لايك طب يو يو لايك طب زي زي لايك طب وي وي لايك او وي لاف زي ما تحب تقول قول لكن لو هستخدم فاعل مفرد يا ولاد زي هي هو للمفرد آه مذكر عاقل غائب آه شي هي مؤنث عاقل غائب مفرد آه برضه مستر بنضيف للفعل اس آه ما ناخدش الفعل بس دي قاعده المضارع بسيط يا ولاد عا... القاعده العامه يعني في الاضافه ال... آه او بنضيف للفعل اس في آه زمن المضارع البسيط طبعا احيانا يعني بنضيف اس اه لما يجي وقتها نشرحها ان شاء الله لكن القاعده العامه يا ولاد يضاف للفعل اس ما ناخدش الفعل ايه بس غنيها كده عمرك ما مع مين اذا كان الفاعل مفرد فالفعل فيه او بعد منه يكون يا ولاد مضاف له اس في زمن المضارع البسيط يا مستر دي بصفه عامه في الانجليزي اوكي يا ولاد فعشان كده مش هقول هي لايك انا هقول ايه هي لايكس هو يحب يبقى لازم اضيف اس هي لايكس از يو سي او حتى هي لافز يا شي لايكس ات لايكس ات لافز لا 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 منى لايكس احمد لايكس عمر لايكس نوها لايكس آه شيماء لايكس محمود لايكس آه جمال لايكس آه يوسف لايكس لا بلا بلا اوكي ولا تمام آه طبعا مستر آه دي معنى الفعل يحب آه وهو طبعا يا اما نقول لايك يا لاف وكمان تصريفاته اشكاله يعني ايه تصريف يعني تشكال يا ولاد شكل الفعل في جملة بعمل ازاي أه نرجع للدرس تاني عشان نكون بقى جمل نتكلم ونكتب زي ما تعودنا طيب الولاد الشطار هنا يا مستر اتكلمنا النهارده عن الفاكهه يا مستر، بكل بساطه اقدر اقول او اكتب موضوع تعبير جميل جدا عني وعن اخويا، عني وعن اختي، عني وعن, أختي عني وعن زميلتي او صاحبتي، عنه وعن مامتي، عنه وعن بابايا، عنه وعن اسرتي بنحب الفاكهه ايه او بناكل فاكهه ايه، كله ده متاح ليك انك انت تستخدمه يا مستر ومعاك الفعل لفظ سهل جدا او لايك. هنا الولد الشاطر دوت اللي احنا شايفينه في البيكتشر دي يا ولاد بيقول از يو سي بيقول اي لاف فروت انا احب الفاكهه اي لايك like bananas بحب الموز اي لايك ستروبريز ان اورنجز تو انا بحب الفراوله ان اورنجز تو وبحب كمان البرتقال آه طب انا اقدر اعمل كده يا مستر اه ده انت عندك اصناف فاكهه كتير بتبدا من الابل يا yeah. وانتهينا طبعا بايه يا انتهينا كمان يا مستر محمد بالبلوبريز يعني المفردة بلوبري والجمع بلوبريز يعني عندنا يا مستر يمكن ولا أكتر من 15 صنف فاكهه و20 صنف فاكهه خدناها النهارده تمام فانا اقدر اعمل ده يا مستر واكتب واتكلم زي ما هما زي ما الواد الشاطر ده اتكلم بناء على القاعدة اللي خدتها النهارده اتكلم ازاي يا مستر, مستر القاعدة اللي انت خدتها النهارده خد الفعل اي فعل من دول يعجبك وخد معايا لايك يلا وحط اسم فاكهه اي فاكهه انت تحبها وهو يحبها وهو هي بتحبها لا بلا بلا طيب خلينا نشوف شكل يعني نموذجي موديل رايت بتاعنا اهو انا مثلا اللي قاعد بيسمع الفيديو معايا مسك ورقه وقلم وقال انا هستخدم اللي اتعلمته النهارده وعمل ده اي لاف فروت بيقول كده في الموضوع اه. انا بحب الفاكهه ليه طيب بيديني سبب بيقول لي it is God for our bodies لان هي طبعا مفيدة لأجسامنا تمام كمان الولد الشاطر بيحب يفسر شوية ما قالش I love fruit او البنت الشاطرة وخلاص طبعا هي فروت يا ولاد ناقصة اي عفوا فروت يا yeah. I'm so sorry. طبعا هنا ناقصة اي ده خطأ املائي هو في اي هنا مكان السلاش ده يا ولاد او مكان الماوس كده في اي آه عذراً يعني أوكي. I love fruit uh, It is good for our bodies I like bananas uh, I like strawberries and oranges uh, too الولد الشاطر حب يدينا تفصيل وقال I like bananas أنا بحب الموز I like strawberries uh, بحب الفراولة وكمان البرتقال أيضاً تمام أو كمان البرتقال هي أيضاً زي كلمة وكمان كده بالبلد بتاعنا أو بالعامية I like strawberries and oranges too آه، مسك اخو عمر عمر قاعد جنب اخويا اتكلمت عنه كلمتين برضه بخصوص موضوع النهارده الفاكهه عمر از ماي براذر مهند از ماي براذر محمود از ماي براذر نوها از ماي سيستر وهكذا اتكلم عنه لو هو ولد يبقى هي اتكلم عن بابا لو هو هي طب ماما واختي شي وهكذا اتكلم وعبر والف وانشئ جمل ها آه؟ وما تكسفش واغلط مره هتتعلم التاني عمر از ماي براذر He also هو ايضا loves fruit آه هي دي فروت الصح يا ولاد هي كانت ناقصه اي هنا فوق معلش اهي هي مكتوبه بشكل صحيح هنا في الجمله دي اهي عفوا يا اولاد خطا املائي آه معلش بقى سامحونا آه جل من لا يسوء آه he also loves fruit آه طبعا يا آه هو كمان بيحب الفاكهه he likes apples he likes apples he likes grapes and mangoes too yeah آه، كمان هو بيحب طب هو بيحب الفاكهه ايضا فسر شويه بيحب ايه في الفاكهه هي لايكس ابلز بيحب التفاح هو يحب التفاح هي لايكس جريبس اند mangoes تو وبيحب كمان العنب والمانجا ايضا او كمان زي ما قلنا هي ايضا وكمان بيحب المانجا وبيحب العنب او بيحب العنب والمانجا آه طبعا حب الولد الشاطر والبنت الشاطر عامل عملت الموضوع الصغير دوت او الشورت باراجراف دوت قال ريلي really fruit is فور for our bodies آه طبعا هنا يا آه مستر يعني ايه الكلام ده يعني آه إيه حقيقي آه كلمه ريلي really يعني حقيقي حقا الفاكهه مفيده لاجسامنا آه اوكي يا اولاد طيب ده طبعا آه مودل رايتنج آه على الدرس اللي احنا خدناه آه النهارده تقدر تكتب زيه وتقدر تقلد وتكتب بنت بعد كده واحد مختلف شويه آه ده الكورس ده يا الهدف منه ازاي يكتب فقره انشائيه وفي نفس الوقت اللي يكتب زي ما قلت لك هيعرف يتكلم انجليزي ان شاء الله في وقت قصير جدا طبعا يا مستر زي المعتاد الناس ما, تنشي... ما تنساش يا مستر القناه عشان تستمر ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكرمنا وتستمر بيكم انتم لازم يا مستر الناس ما تبخلش على القناه طبعا هي تدعم الفيديو بلايك لو عجبك الفيديو انا اللي بقول لك عجبك ادعمه بلايك ما عجبكش ما تسمعوش وما تتفرجش عليه تمام؟ أه سيبه لغيرك، طيب، أه لكن لو عجبك واستفدت يبقى حق الفيديو عليك انك انت تدعمه بلايك علشان العمل ده يستمر ليك ويوصل كمان لناس تانية عايزه تتعلم زيك، تمام؟ والدال لا ننسى يا اولاد، الدال على الخير كفاعله، يبقى اللي بيدل على الخير يعني انا مثلا شرحت اهو بالمجان درس زي كده على أه منصه اليوتيوب، تمام؟ أه انا باخد سواب بفضل الله، بحتسب الاجر، يا ربنا سبحانه وتعالى وحده يعلم من اول ما قلت يا قناه واحتسب الاجر قبل اي شيء في الدنيا عند الله يكون في ميزان حسناتي لما اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كفر عن سيئات كلنا طبعا اخطاء ربنا يعافينا ويعافيكم آه لكن انت لما بتنشر الفيديو آه وبتدعم الفيديو بلايك يبقى انت بتشاركني الثواب لا ده انت الدال على الخير كفاعله كانك تماما عملت الفيديو وصنعته وسويت لان ده فيديو تعليمي يا اولاد محتوى مفيد مش محتوى هلس اوكي عفواً الله واياكم فالناس يا مستر ها تشير الفيديو ده اللي بتتابعني وبتستفيد شير الفيديو على قد ما تقدر عشان يوصل لغيرك اوكي يا اولاد وكمان العمل ده يستمر ليك ولغيرك من الناس الثانيه لان عشان القناه تستمر يا اولاد لما بيبقى في لايكات للفيديو او في مشاهدات طبعا يا مستر القناه بتستمر ما فيش طبعا القناه ما بتستمرش اي قناه كده مش قناه انا بس اوكي يا اولاد فالى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته